الاحتفال بالتعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية. قررت الاستقالة. عملنا الأول هو رجاع الهيبة للدولة. اللي ما يطبقش القانون يندم. لقد حرصنا أن تكون هذه الحكومة اللي تعمل ما أمكنها على جمع كلمة التونسيين. نرجع لكم اليوم في يوم حزين، يوم قتل فيه المرحوم شكري بالعيد. أخيرا تسلم علي العريض وزير الداخلية بالحكومة المستقلة رسالة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وراء ناحية الكاميرا عليه أخي نحكي معاه ناحية الكاميرا عبد العصابة ناحية الكاميرا شرطة. هذا التحوير بعد تقييم معمق لأداء الحكومة وتشخيص النقائص.